مديرة مسرح المنزلي دائما وابدا تدور على فعاليات مجموعة من المجالات سواء المجال الثقافية الفنية والاجتماعية. بالنسبة للمجال الصحفي أصبح يوم مشعل يعش بالصحفيين، تكون الصحفيين هما صحفيين غير المهنيين غير المؤثرين في المجال الصحفي، واحد مجموعة من الأخوات يتوفرون على بطائق في مجموعة من المواقع الإلكترونية يمارسون فعل الصحفي ولكن يمارسونه بطريقة عشوائية غير منظمة. نرحب بالأخوات الأخت أنور السعود عضوة المجلس البلدي، نرحب بالأستاذة سارة ظفر الله فنانة تشكيلية ورئيسة جمعية المشاركة والثقافات والفنون المدنية وسفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، نرحب بالأستاذ عبد العزيز الهلالي أستاذ المادة ديال الإنجليزية في جامعة الحوافات، كنرحب بالأخ عبد الحميد اللي جا من المثيرة عندنا السيدي قاسم، والأخت إلعام كريم والأخ حسام الزيدي تا هما كنعرفو حضرة معنا اليوم من مدينة السيدي قاسم ولكن نظرا لالتزامنا بهم. الخاص بتنفيذ القانون رقم 8700 جمعية أطلق عليها اسم الهيئة الوطنية لناشر الصحف واللي كتختصر أو إن جو إن. المقر يوجد المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لناشر الصحف بمقر المركز المغربي للتطوير والتدريب المتواجد بالعمارة 7 رقم 1 زرقة كوفة شارع مولاي يوسف الرباط، ويمكن نقله إلى عنوان آخر. أهداف: تهدف الهيئة الوطنية لناشر الصحف إلى الدفاع عن الثوابت الوطنية وترسيخ قيم المواطن، المساهمة في تطوير قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، الدفاع عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول الأخبار وحق المواطن في الإعلام والمعرفة وفق ما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية وعلى مصالح المؤسسات الصحفية والإعلامية المعنوية منها والمادية، تنظيم دورات للتكوين والتكوين المستمع بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ولمختلف العاملين بحق الصحافة والإعلام، ويستفيد منها أيضا طلبة الجامعات وتلاميذ المؤسسات التعليمية مسؤولي التواصل بالمؤسسات العمومية والخاصة، تنظيم المهرجانات والملتقيات والندوات والرحلات والمسابقات المهنية والرياضية والفنية والثقافية، المشاركة في الحملات الوطنية والدولية في إطار الدبلوماسية الموازية خاصة فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، المشاركة والمساهمة في الأعمال ذات البعدين الإنساني والاجتماعي، اتفاقيات شراكة مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة. تحدث الهيئة الوطنية لناشر الصحف فروعا جهوية وإقليمية بتزكية من رئيس الهيئة. تؤسس الهيئة الوطنية لناشر الصحف لمدة غير محدودة. تتكون الهيئة من أعضاء مؤسسين وأعضاء منخرطين ممن تتواجد منابرهم الصحفية الورقية أو الإلكترونية في وضعية قانونية ملائمة مع قانون الصحافة والنشر رقم 1380 وقد المنتسبين للحقلين الإعلامي والصحافة. هياكل الهيئة تتألف هياكل الهيئة من مكتب تنفيذي، مكتب وطني، فروع جهوية وفروع الإقليمية. وطنية لناشر الصحف، شكرا ديمقراطية وحدثية هذا الصوت على كاين الأخ عبد الرحمن رزقي نائب الرئيسة، كاين الأخ علي الدرويش اللي كيعتبر حتى هو اليوم على المدار العام ديالو ككاتب الفرع الإقليمي، كاين الأخ عبد الحميد الأنصاري نائب الكاتب الإقليمي، كاين الأخ سعيد الوالي أمين المال، كاين الأخ رضوان المغربي نائب أمين المال، وكاين المستشارين الأخت إلهام فريد تعطر عليها خضوة كاين كتقول بأن غدا تكون في المكتب، الأخ حمزة المزيدي والاخ حسين خليل هذو هما اعضاء المكتب اللي تم الموافقه عليهم واللي تم الموافقه صوت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت ولاء واخلاص الى مقام حضره صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. نعم سيدي اعزك الله. بعد تقديم فروض الطاعه والولاء تتشرف خادمه الاعتاب الشريفه رئيسه المكتب الاقليمي باقامه الهيئة الوطنية لناشر الصحف أصالة عن نفسها باسم كافة أعضاء المكتب المسير بأن ترفع إلى السدة العالية بالله
أسماء آيات الولاء والإخلاص والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. إن رئيسة مكتب الإقليمي أصالة عن نفسها ونيابة عن أعضاء المكتب لتؤكد لسيدنا المنصور بالله لا معزه وعلاه بهذه المناسبة تجنبنا المطلق والدائم وراء جلالتكم الشريفة لإنجاح مسار التنمية الشاملة التي وضعت جلالتكم المحفوفة بعناية الربانية أسسها وانخرطت فيها ملتحمة كل مكونات المجتمع المغربي قاطعين العهد على أنفسهم الاضطلاع بما طوقتموهم به يا مولاي من شرف الأمانة ونبل الرسالة على الوجه الأكبر وبما يخدم مصالح الوطن. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم ذخرا وملادا لشعبكم الوفي وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين وأطال عمركم وسدد خطاكم وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير المبجل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر أبو المقصري في 2 من جمادى الآخرة 1443 هجرية الموافق ل 5 يناير 2022 ميلادية خادمة الأعتاب الشريفة خولة الشقراني الرئيسة الإقليمية للهيئة الوطنية لناشر السكر. اليوم كان عندنا الجمع العام التأسيسي للهيئة بالإقليم اللي انضمات مجموعة ديال الإخوة صحفيين من منطقة بلقصيري ومنهم سيدي قاسم إقليميا. حنا جينا بهذا الهدف أننا نجمعوا الشمل ديال الصحفيين اللي كاينين في المنطقة ونرجعوا الاعتبار للصحفي بحكم أنه كاين مجموعة الإكراهات اللي كتعرفها المنطقة وكاين أهداف أخرى اللي هي تكوين ديال الصحفي. عندنا صحفيين وكيبغيو يخدموا ولكن عندنا نقص في التكوين، ما عارفينش الواجب اللي عليهم وما عارفينش الحقوق ديالهم. حنا ان شاء الله غادي نديروا تكوينات من بين الخطوط الاولى ولا رؤوس الاقلام الاولى اللي غتكون في الاهداف ديال هذه الهيئه والتاسيس ديالها هو التكوين. اولا التكوين اولا وثانيا وثالثا مجموعه الجرائد منهم اخبار الفجر المغربيه ومنهم مجموعه ديال الجرائد اللي معنا. ومن الاهداف عاوتاني الاخرى اننا نحميو الصحافه ونحميو المنظومه الصحفيه كما كنقولوا لان بصح وقع بزاف ديال الاكراهات والمشاكل. وان شاء الله حنا جينا في هذه الهيئه باش يكون غير المزيان وباش نعطيو صوره ايجابيه على بلادنا وما نبقاوش ديما غير السلبي، نعطيو صور ايجابيه ونعطيو شنو كيزخر بها بلادنا. الصحفي ماشي غير الهدف ديالو ديما البحث على المشاكل وعلى البوز ولا راه كاين مجموعه الاشياء اننا كنقدروا نديروها باش كنعطيو صوره زوينه على مدينتنا وعلى الاقليم ديالنا.